السلام عليكم. هسه نبلش شرح خاصية surface tension. والsurface tension هي آخر خاصية في المادة أو في الكابتر يعني، وآخر خاصية فيها حل يعني. هي الخاصية الأطول صراحة والأكبر، ولكن إن شاء الله راح تكون سهلة بعد هالفيديو. ممكن نقسم لبارت، ممكن لبارتين. surface tension هي بالإنجليزي، بالعربي بسموها التوتر السطحي، أو نترجمها حرفي هي الشد السطحي. هاي بكل بساطة شو هي هاي الخاصية؟ كثير مرات لما لو تفتح يوتيوب تكون أفضل لك، يعني لو عندي وعاء زي هيك فيه ووتر مي، تمام، فيه مي، عنديش مي، مي خلص مي، روح جبت كليبسي، كليبسي هاي اللي زي البوكلي أو كيف ترسمها، كليبسي اللي بتربط الشغلتين ببعض. حط الكليبسة المعدنية، هي الكليبسة لأنها ما طفت فوق وبنفس الوقت ما تلج جوا المي، فيها على السطح بالضبط. الكليبسة عاملة هيك وفي حواليها المي سنفخة. تخيل إنه زئبق بدل المي بنفس الطريقة. جرب اكتب surface tension كذا بتطلعك يعني اليوتيوب. الفكرة إنه بين عندك إنه السطح زي كأنه صار غشاء، صار زيه غشاء رقيق مرن، بتتحرك فيه الكليب بسهولة أو الجسم، وبنفس الوقت ما بتطفو ولا بتحرك، هي ما يعني بتضل معلقة، بتضل معلقة زي ما أنا حكيت لك، شايف إبرة أو حشرة. طيب قطر السطح بقول لك هي قدرة سطح السائل على العمل كغشاء رقيق ومرن 100%، زي ما حكيت لك إذا أنت الكليبسة راح تلاقيها علقت فوق أو كيف صار في غشاء منعها من الغرق. التوتر السطحي في له تعريف ثاني، تعريف علمي يعني، قوة شد، ما هو اسمه تنشن يعني شد. طبعا على سطح سائل ملامس للهواء، يعني إذا أنا عندي سطح المي معرض للهواء الجوي، فبتلاقي إنه هاي ملامس للهواء بنفس الوقت للمي، فبقول لك إنه سائلين غير قابلين يعني للتواد. يعني قوة شد تنتج قوة الشد، إذا عندي فوقية مي تحتية مي، قصدي فوقية هواء مثلا، هاي سائلين غير قابلين للامتزاج. المي والزئبق لو تحط مي والزئبق تلاقيهم بعضهم بعض ما اختلطوا. طيب او مقدار الشغل المطلوب لتمديد سطح سائل، تاخذ القطرات بشكل كروي نظرا لان الكره بها اصغر مساحه سطحيه لحجم معين. مساك من حفظ التعريف، الفكره انه الشغل اللازم لحتى المي تاخذ شكل كروي، يعني زي هيك المي كانت بهذا الشكل، قطره مي، هذا انه انت مثلا فتحت حنفيه بعدين سكت، لما تسكرها تلاقي اخر نقطة مي تلاقيها زي هيك، بعدين تلاحظ تبلش تنزل بشكل كروي، تطلع تنزل 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 تصير كرة. الكرة هي اصغر مساحة سطحية ممكن، يعني مساحة هاي اكبر من هاي، هذا كيف موسعها هاي كبيرة 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 بعد ما تصغر وتصير هيك. ايش حالك ليش نزلت المي؟ طب ليش ما ظلت معلقة؟ لا، عندي قوة تنشن بتنزلها لتحت. surface tension، surface tension هي يعني قلنا له ثلاث تعريف، هو تعريف تبع الشغل، الشغل اللازم لحتى ما يكون بشكل كروي وبالتالي تنزل مكانها تتحرك. طيب وهذا التفسير عندي بيقول اذا كان الجسم جوا سطح الماء في عليه تنشن فورس بتطلع اياه لفوق، عندي قوتين هم افقيات بالتزينات بيطيروه، عندي الوزن، عشان الجسم يكون متزن لازم قوة الفورس، هاي الفورس اللي هي تبعت الفورس للسيرفس تنشن او قوة الوزن. شو قوة الوزن؟ الوزن جاما في فوليوم في جي، مش مختلفين عليها، جاما فوليوم او في جي. والله مع الامثله بنعرف كيف ناخذ فيها، راح احكي يعني اقراها مش مشكله. السيرفيس تنشن، السيرفيس تنشن ما السيرفيس تنشن هي خاصيه للمائع. كيف يعني خاصيه للمائع؟ ببساطه كثافة خاصية نجيبها من جداول أو من المختبر أو من كتلة على الحجم. الزوجة نجيبها من جداول أو إن شاء الله بلاب الهيدروب ناخذها. طب السيرفيس تنشن توتر سطحي برضو جداول، يعني كل سائل له قيمة سيرفيس تنشن معينة، كل سائل له زوجة معينة، كل سائل له كثافة معينة. يب إنها جداول معناته هي خاصية ثابتة، معناته إلها وحدة، لها يعني زي لزوج لها وحدة، كثافة لها وحدة، سطحي له وحدة. السطح بنرمز له بالرمز سيجما يساوي نيوتن لمتر،
نيوتن على متر يعني فورس لينكث، فورس لينكث يعني قوة على طول، قوة على طول يعني مش قوة، مش الضغط قوة على اريا، هون قوة على طول، تفرق الضغط تفرق عن السيرفس. فبالتالي كنا نحكي بدنا نعمل قوة وزن قوة اف، صح؟ قوة اف شو بدها تساوي؟ تساوي الهاي سيجما ال هي اللينكث. هذا اهم مبدأ بدي اعرفه، انه الفورس بتساوي سيجما في ال، رمز له بالرمز اف سيجما صغير او اف عادي حر. طب كل الاسئله، في اسئله ممكن انك انت تحفظ قانون وتمشي، بقول لك شويه تمشي، في لا انه انت صح. طيب في عندي قلت لك في تحفظ او تفهم، ان شاء الله انت راح تفهم ما راح تحفظ، بدي اشياء تحفظهم. انا في عندي حالات للسيرفس تنشن، فيني حالات سيرفس تنشن بحدث لشغلات معينه بالحياه، بحدث اول شيء لقطره المي، قطره المي اللي فوق. انا كيف بدي اعرف السيرفس تنشن لقطره المي، او كيف بدي احسب الضغط، كيف بدي احسب شيء معين حسب القانون اللي عندي. فانا بتخيل الشكل، ان قطره المي عندي هيك زي الكره، صح؟ الكره لو قطعتها مثل سكشن خليها بالشكل هذا، شكل دائره، هاي كره سطح الكره دائره. طيب تمام، ايام سترينث نحكي القوة المؤثرة لأي جسم هي قوة نورمال فورس، قوة نورمال فورس. في هون عندي قوة سيرفس تنشن، قوة سيرفس تنشن هي اللي مخليته على شكل دائرة. لما بدي أجي أعمل اتزان، هسا إحنا حكينا عندي أنا إذا كان جسم بمحور واي أو جسم معلق، كنا نحكي قوة وزن قوة سيرفس تنشن، لازم هيك المحصلة تطلع. تمام، القطرة المي هاي هي مش جاية على شكل محور واي، لا هي جاية بشكل عام، جسم عندي هيك، في عندي يعني يظل كرة في سيرفس تنشن بظل يشده، والسيرفس تنشن تمام، وفي عندي قوة ضغط تعمل اتزان، مثل الاتزان صار عندي. شو بعمل أنا؟ بساوي قوة الضغط فورس بريشر، بريشر بساويها قوة السيرفس تنشن سيجما سمول. شو بعمل أنا؟ شو بحكي؟ طيب حكينا الاف سيجما، اف هي عبارة عن سيجما في ال، تمام. طيب وشو قوة الضغط؟ قوة البرشر، عارفها من هون لآخر المادة، قوة البرشر فورس، فورس اوف برشر، او برشر فورس تساوي البرشر، يعني هون نهاية المادة خليها براسك، البرشر ضرب الاريا. شو بعمل انا؟ بسويهم بعض، بحكي البرشر في اريا بي في اي تساوي سيجما ال، تمام. ال هو المحيط للكرة، هي 2 باي ار، شو السيجما؟ سيجما حصيل المي، هاي مي حصيل المي بتروح تجيبها من الجداول. ضغط خليه ضغط اريا تحت دائرة هي 4 تربيع او دائرة تربيع، خليها بدل باي ار تربيع، بالتالي باي مع باي بتطير، سيجما تساوي اي ار 2 في ار 2 ار 2 R مع R في R تبني سيجما. كيف ممكن تجي الأسئلة؟ يقول لك احسب لي قطرة المي، قطرة المي ركز، قطرة المي الضغط كذا والسيجما كذا، ممكن يجي يطلب مني احسب الضغط نصف قطرة المي كذا والسيجما كذا، احسب سيجما قطرة المي كذا الضغط كذا. مرات ممكن يعطيك دياميتر مش راديوس، هاي AR في راديوس نفس القطر، متر متر اللي هي دي اي او 2 ار، اذا اعطتك متر تقسم على 2 مشان تعوض بالقوه. فهون الحل قلت لك انه الاف تساوي سيجما ال، سيجما 2 في باي في ار، والمساحه هي بريشر في اريا،
بي او البي بشكل عام فرق الضغط في باي في اوتر بي سويتهم بطريقة مع الدلتا بي بتساوي 2 سيجما ار او السيجما بتساوي ار في دلتا بي على 2. كان سؤال بالسلايدات اثبت القانون هذا اثبت تمام. ايش حكينا؟ حكينا عن قطرة المي. طيب في فقاعة المي هاي اللي بتنتج من التين البابل تفرق معي انه انا لها سطحين. المي بتختلف عن فقاعة المي فقاعة بتختلف عن قطرة لها سطحين. بدل ما تكون عندي هاي 2 باي ار عندي 4 باي ار انه عندي سطحين فعندي بضرب باثنين بالتالي وانا عندي سطحين فبالتالي عندي قوة سيجما في باي في ار في 2 ودلتا بي في باي في ار تربيع ناتج بدل الاثنين 4 لانه عندي سطحين لانه عندي سطحين. وكان عندي نملة زي سؤال عن النملة انا حاطه حلو. عندي نملة سطح المي بتلاحظ ان هاي الشكل هذا مبين مثل ما انت شايفه انه نملة على سطح المي. في نملة طافية على سطح المي بكل بساطة في عندي surface tension بين الإجرين. طيب surface tension هي سيجما ال طيب او الفورس للsurface tension سيجما ال. شو ال؟ ال ببساطة النملة هاي كم إجر لها؟ 1 2 وفي الجهة هاي 2 3 4 5 6 لها 6 إجرين. روح بحكي ال هي طول الإجر. الإجر مش هذا الإجر الملامس للمي يعني بس هذا 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 هذا. شوف كل واحد كم طوله تكون هي الأل اجمعهم يعني والوزن هي ام في جي او جاما في فوليوم حسب شو معطيك موطي. تمام ممكن انه تحكي انه السيجما هي فورس في ديستنس على ال في ديستنس يعني بتصير ورك اريا نفس الفكره. لو كان عندي محور واي زي هيك عندي محور واي انه انا عندي الجسم معلق فبالتالي ام في جي تساوي 2 اف. ليش سطحين؟ ببساطة كالتالي لو كان عندي انا اسطوانة هيك سطحها صح دائرة شوفي عليها طولها هيك طول الابرة صح؟ احكي لي والله هاي ابرة لما انا اشوف المجهر. طيب احكي لك انا عندي هذا سطح المي هذا هون لهون سطح المي الملامس هذا مي تمام يعني هذا الطول الملامس للمي مو ال تمام. شو استفدنا؟ بقول لك الابرة هي ملامسة من هون مش ملامسة من الجهة الثانية. تقول لي لا والله ملامسة كمان من الجهة الثانية. بالتالي انا في عندي فورس سيرفيس تنشن من السطحين عندي فورس الملامس للسطح كمان الإبرة لها وزن الإبرة هيك. أما في فوليوم أو في دي شو بحكي؟ بحكي 2F بتساوي الوزن 2F بتساوي الوزن بس هيك. أنا في عندي هون 2F عندي 2F الكرة هاي لها سطحين سطح من هون سطح من هون صالحة للأسطوانة وصالحة للإبرة. أيوة هاي الرسمة أنا أحكي عنها. ليش صالحة للأسطوانة وصالحة للإبرة؟ بكل بساطة لأن الإبرة والأسطوانة لهم نفس cross section. بالتالي لما أنا حكي لك هون حكي لك إنه أنا الوزن هو 2 في F سيجما إنه سويت الوزن في قوتين في extension الوزن هو جاما في فوليوم هاي رو في جي اللي هي جاما و2 سيجما في L. شو الفوليوم؟ أي إشي بالحياة فوليوم هو حاصل ثلاث أبعاد مساحة ارتفاع. دائما الفوليوم بحياتك مساحة ارتفاع مساحة طول. مش مساحة الشكل هذا مساحة الدائرة دائرة تربيع باي على 4 دي تربيع حسب ما أخذت الراديوس أو الديميتر. طب الأل الطول لجوا ببساطة تخيل عندك أسطوانة زي هيك شو مساحتها دائرة تربيع شو فوليوم إلها دائرة تربيع اتش شيء. لما كانت الإبرة أفقية زي هيك ايش مساحتها؟ باي ار تربيع. طب قدرت حجمها ال. بالتالي باي ار تربيع في ال هيها اللي هي باي ار باي دي تربيع في ال سيجما ال بتطير مع ال. بس انه الطول الملامس للابره بيهمني. شو بيهمني؟
من الاريا اللي بيطلع معي السيرفس تنشن للابره. السيرفس تنشن للابره هو عباره عن كده، بدك اياه بدلاله الراديوس. طلع بدلاله الراديوس ينقسم اثنين ضرب اثنين الدي بصير اربعه، يعني بصير قانون باي على اثنين. انا لو خليت هاي بدل كانها ار تربيع شو بصير؟ بصير القانون في اربعه، اربعه مع الثمانيه بتصير باي على اثنين في جي رو ار تربيع. كان دلالة راديوس يعني ايه او اسطواني. تمام، صحن الصابون مش مهم، اذا حبيت تفهمه كثير على اليوتيوب ان شاء الله تفهمه. طيب هسه في خاصيه اسمها الكابلري اكشن، تطبيق للسيرفس تنشن. طيب احنا نقول بالبارت هذا راح يكون الفيديو عن شرح للمبدا الاساسي. بالمبدا الاساسي عرفت انه هو عندي فورس يخلي الغشاء المي رقيق ويقدر الجسم يطفو عليه، خلي الجسم يطفو عليه. شو هاي الفورس اسمها؟ فورس السيرفس تنشن. انا كيف بحل كيف سؤال على السيرفس تنشن؟ بكل بساطه بحكي الفورس بتساوي الوزن. عندي 2F، نحكي 2F بتساوي الوزن، نحكي 4F بتساوي الوزن، ممكن نحكي 6F بتساوي الوزن. طيب على اي اساس؟ ببساطه حسب شو القوه، شو السطح الملامس للمي. عندي سطح واحد، هاي سطح واحد الحين عباره اسطح، حسب عندك شو السطح المي الملامس. بدك تعرف شكل، شكل عندك هون شكل مثلا الابره، الابره هل هي مثلا مدوره كانت مستطيله؟ في سؤال حاطه انا المستطيل، فانت بدك تعرف انه لما تيجي تحكي باي ار تربيع في ال، في انه المساحه هي باي ار تربيع. طيب فور الاريا مدوره؟ لا، بدك تعرف انه انت سيرفس تنشن ممكن تحفظ. كيف تحفظ؟ دائما دائما دروب بابل هم ثابت اللي هو هذا الدروبليت، هذا وهذا الدروبليت. تمام، قبل الرايز اللي راح ناخذ ان شاء الله بالفيديو الجاي هو عباره عن ايش؟ عباره عن قانون تقدر تحفظه. نمله، النمله ترى الاجر الواحده للنمله تمثل ابره اسطوانه، يعني في نصف لها تطبق القانون تبع الاسطوانه. اذا بدك تحل يعني تحل بدك تعرف انه في قوانين تقدر تحفظها، في قوانين تشتقها، بس صراحه اذا بتشتق احسن. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون قبل الرياكشن، وان شاء الله يكون نهايه الاسئله هذول باذن الله. يعطيكم العافيه.